بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفات كلها المين بتاعتها السمسم، هنعمل مكعبات لحمه بالسمسم، وهنعمل كمان فراخ بالسمسم، وكمان سلطه خضراء بالسمسم. تعالوا نشوف الوصفات بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل دلوقتي، تعالوا مع بعض نشوف اول وصفه معانا النهارده، وصفه مكعبات صدور الفراخ بالسمسم. عباره عن ايه؟ عباره عن صدور فراخ بانيه متقطعه مكعبات زي مكعبات الشيش طاووق بالظبط، ومعانا عسل ابيض، صويا صوص، سمسم، سكر بني، عصير برتقان بسكر وعصير برتقان من غير سكر، دقيق، وكمان ملح وفلفل. طيب اول حاجه هعملها ان انا هتبل الفراخ قبل ما احطها على النار. هحط الصويا صوص كده. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي جميله ولذيذه جدا ومفيده. كل حاجه انا حطها فيها بجد، كل عنصر من العناصر اللي موجوده هنا مفيده ان احنا ناكلها ونستخدمها، من اول عصير البرتقال والصويا صوص والعسل الابيض وكمان السمسم اللي فيه فايده كبيره جدا. طيب هنحط كمان عصير البرتقال كده، هنحط من اللي مش مسكر كده شويه كمان، وهحط معلقه من الملح، وكده بطرف المعلقه الفلفل الاسود، هنحط معلقه من الدقيق. الدقيق بيخلي الصوص تقيل كده وحلو، ومن العناصر الاساسيه في الوصفه دي. طيب هقلبهم كده كويس قوي جدا. كده اقلبها كده كويس. بس وابتدي احط الفراخ في الخلطة دي، نحطها كده اهو. هقلبها كده واسيبها في الخلطة شوية. طبعا كل ما نسيبها اكتر كل ما تديها نتيجة احلى، بس انا هسيبها دلوقتي شوية وبعدين هشتغل بيها على طول. طيب نبص على الوصفة التانية بتاعتنا النهاردة، وصفة مكعبات اللحمة بالسمسم. انا عاملة الوصفتين تقريبا شبه بعض في المكونات، في طبعا حاجات كتير مختلفة، بس عشان انا عاملة النهاردة الحلقة عن السمسم فكنت عايزة اوريكم وصفتين، اللي بيحب اللحمة هيعملها بالخلطة دي، واللي بيحب الفراخ هيعملها بالخلطة التانية. الوصفة دي في اللحمة لازم تبقى فيها دهون شوية، هي الوصفة دي حلاوتها انها تبقى فيها كمية من الدهون. طيب هحط هنا زيت السمسم معلقة كده، وهسيب معلقة صغننة، وهحط هنا صويا صوص، احط العسل الابيض كده، بقية الصويا صوص كده هحطه، هحط نص كمية الجنزبيل مع نص كمية الثوم المفروم، وهقلب مع بودرة الثوم والبصل، وكمان هحط مع الوصفة دي معلقة من عصير الليمون، مع نص معلقة من الخل، وملح وفلفل اسود. ملح وفلفل اسود، مش هنكتر في الملح عشان الصويا صوص اصلا ما ننساش ان هي اصلا حادقه،
الخلطة هنا بتتقلب اسهل عشان هنا ما فيهاش دقيق. نحطها كده. اتأكد ان كلها اتخلطت مع بعض. اقلب كده كويس قوي. شفنا خلطة اللحمة مكوناتها ايه وخلطة الفراخ مكوناتها ايه. الاختلاف بسيط جدا في الاتنين. طيب هبتدي هنا بقى احط الفراخ الاول. احط كده الزيت. انا مسخنة الطاسة كويس قوي. احطها كده بالصوص بس واسيبها تستوي في الطاسه. خلاص ونفس الكلام مع اللحمه. بس اللحمه بقى مش هحط لها ولا زيت ولا حاجه لان هي اصلا فيها دهون كتير فمش محتاجه، مش هتلزق او حاجه، مش محتاجه اصلا زيت. ايه رايكم بقى نطلع فاصل دلوقتي تكون اللحمه والفراخ على الاقل استووا نص سوا ونرجع نكمل السلطه الخضراء بالسمسم؟ خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل دلوقتي. الفراخ والمكعبات اللحمه لسه على النار. هو بس كل اللي انا عملته في الفراخ ان انا بعد لما اتاكدت ان هي مسامها كلها اتغطى وبقت لون واحد نقلتها من غير الصوص في طاسه ثانيه عشان اديها وش يتحمر. خلاص تعالوا نعمل السلطه قبل ما الفراخ واللحمه يخلصوا. طيب السلطه بقى عباره عن ايه؟ عباره عن شرايح خيار، شرايح من الكابوتشي او الخس، بصل وجزر ومشروم، سمسم، خل، سكر، مستردة، جنزبيل، ثوم وزيت. والسلطه دي كمان بيليق عليها الفجل بس احنا ما لقيناش فجل، بيبقى بيدي طعم حلو قوي قوي يعني. هنحط بقى الحاجات بتاعتنا اللي هي عباره عن ثوم وجنزبيل، سكر، الخل، المستردة اهي، ولا هحط ملح، هحط بس ممكن فلفل اسود، زيت عشان يتقل الصوص بتاعنا. لو مش عايزين تحطوا زيت ما تحطوهوش بس هو بيدي لمعه حلوه للسلطه وكمان بيتقل الدريسنج. ليمون. هحط الخيار. هحط الكابوتشي. البصل الأخضر. الجزر. المشروم. ونص كوباية سمسم تبقى متغرقة كده في السلطة.
عايزه اقول لكم السلطه بيبقى طعمها حلو قوي، وكده عملنا حاجه مفيده من ضمن السلطه الخضراء. نبص كده على الفراخ، شايفين بقت عامله ازاي؟ هقلبها كده. طيب ممكن نخليها هنا تكمل سواها. ابص على اللحمه. طيب اللحمه فاضل لنا هنحط ايه في اللحمه بقى؟ فاضل هنحط بقيه بودره الثوم مع البصل مع بقيه معلقه او فص التومه المفرومه وكمان الجنزبيل وزيت السمسم مع السمسم. ونقلبه كده كويس قوي. ما حطيتش فيها ولا نقطة مية، هي هتستوي كده لوحدها مع الصوص اللي هي متبلة فيه. بيتاكل جنبيها رز أبيض مع مثلا سلطة الخضرة دي، أو معاه خضار سوتيه بروكلي وجزر، بيبقى ظريف جدا. نبص كده على الصوص ده بتاعنا. طيب هنا بقى هنحط ايه بقى دلوقتي؟ هنحط دلوقتي السكر البني، ماشي، وهقلب. شايفين ادى لون ازاي للفراخ؟ وبعدين هحط البرتقان اللي من غير سكر، خلاص عشان احنا حطينا سكر بني. وبعدين هحط السمسم. واخر حاجة هحطها هي الصوص ده. بس هسيبها كده بقى لحد ما تتقل، عايزاها تتقل اكتر من كده شويه. هبتدي بقى اقدم السلطه. هقلبها كويس قوي عشان ما يبقاش فيه صوص فوق وما فيش اي حاجه تحت. بس كده بقت تمام جاهزه للاكل. الفراخ خلاص برضو فاضل لها حاجه بسيطه قوي. نبص كده على اللحمه. اللحمه كده خلصت اصلا، بقت جاهزه.
نحط كده بس ايه رشة شبت تبقى كده جاهزة للتقديم. وبرده نغرف الفراخ ريحتها عايزة اقول لكم جميلة جدا. ودي برضو بتتاكل جنبيها رز ابيض ومعاها اي خضار سوتيه او سلطة خضراء. نرش برضو شبت كده وكده خلص الوصفة. خلصت الوصفة الثالثة معانا النهاردة. عملنا كده ثلاث وصفات، عملنا وصفة مكعبات اللحمة مع الصويا صوص والعسل الأبيض، وعملنا كمان مكعبات الفراخ مع الصويا صوص برضو بس مع عصير البرتقال، والوصفتين فيهم سمسم. واخر وصفة معانا النهاردة عملنا سلطة خضراء بالسمسم. يا رب تكون النهاردة الوصفات كلها عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.